السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم حبايب القلب؟ وسهلا بكم بفيديو جديد من لعبة توب وور باتل جيم. أنا بعتذر إنه مقصر بالنشر عن لعبة توب وور. طبعا أنا كنت ناوي أنزل هذا الفيديو امبارح، كنت ناوي يعني، بس وقت التسجيل ما كنت منتبه إنه المايك ما كان يسجل. تمام، اليوم أنا عملت هذا الفيديو. طبعا هذا آخر يوم و17 ساعة لحدث المتحولون في لعبة توب وور. في شغلة جديدة كمان عجبتني، يعني تحديث جديد، يعني غيروا شكل المحادثة العالمية، يعني هلا صارت أحلى. هيك فيك تعمل، تجي تضغط على هذا الزر تشوف أصدقائك هون، يعني صار أسهل، يعني صار كل شيء واضح. كمان تقدر تعمل، طبعا هاي الأشياء كانت موجودة قبل بس هلا صارت أسهل بعد هذا التحديث. هيك كمان تحب يعني تتفرج على قواعد أصدقائك، تشوف تصميمها مثلا شو عاملين، شو الإبداع اللي عاملينه. وكذلك في ميزة ثانية كمان، إنه تقدر تعمل مجموعة، يعني تضيف كم واحد بالسيرفر اللي أنت فيه، أو تضيف أصدقائك وتعمل مجموعة، تعمل إنشاء مجموعة بهذا الشكل وتختار من هذول الأصدقاء اللي عندك وتعمل مجموعة. تمام، نروح على حدث الترانسفورمرز. طبعا انا جاي تعليق من احد الاخوين، انا ما راح اظهر التعليق، علق لي على الفيديو اللي نشرته من شغلة يومين مدري ثلاثة عن حدث الترانسفورمرز، كيف انا صرفت 22 من معدات الحرب وما طلع لي شيء. كاتب لي انه في استراتيجية وتكتيكات وما اعرف ايش، يعني ما بعرف انا، يعني هي اللعبة، يعني هي هاي لعبة المونوبولي بحدث الترانسفورمرز تعتمد على الحظ، وين الاستراتيجية والتكتيك بالموضوع؟ مع انه انا ما كان في داعي انه اعمل هذا الفيديو، بس حبيت اجرب قدامكم ونشوف يعني هل صحيح مثل ما حكانا الاخ ولا، لانه هاي لعبة المونوبولي راح تجي باحداث ثانية يعني ما عدا حدث الترانسفورمرز، وراح نجرب ونشوف هاي الخطة التكتيكية هل ستنجح ام لا. كاتب لي الاخ في النصف اللفة الاولى استعمل رميتين، وفي النصف الثاني استعمل رمية واحدة، افضل الجوائز موجودة في نصف اللفة الثانية. تمام، هذا نصف اللفة الاولى. طبعا انا لفيت لفة اولى، هذا النصف، يعني نقدر نعتبره النصف. ما بعرف يعني كيف اوصل للنصف. طيب هذا انا لما برمي النرد يعني يعطيني احتمالات انه مثلا عدي 3 بلاطات 7 بلاطات 10 بلاطات، ما بعرف كيف هاي الخطة التكتيكية، انا ما بعرف الصراحة. يعني انا فتت بالحيط، مو بس فتت بالحيط، يعني عديت على حيط جيراننا وفتت فيه كمان. تمام، في نصف اللفة الاولى نستعمل رميتين، تمام، يعني نقدر نعتبرها النصف لانه مستطيل اوصل لهاي البلاطة اللي بالوسط. ما اقول يعني حظي، يعني هي مو اراديا، يعني هي تعتمد على الحظ، يعني مو اراديا انه انا اخليه يروح على البلاطة هاي اللي بالوسط. تمام، قال لي ارمي رميتين. تمام، نرمي رميتين نصف ماين الماسة، اوكي، ونشوف ان شاء الله يطلع كلامه صحيح. مثل ما تلاحظ يا اخي، يعني يمكن انت الحظ، يمكن انت محظوظ، يمكن انت في حدا داعي لك ومحظوظ. تمام، نكمل اللفين، نرمي كمان نردين بما انه باقينا ثلاث من علشان نكمل اللفة كاملة، مشان بعد اللفة الكاملة اللفة الثانية نستعمل رمية واحدة، نرمي نرد واحد ونشوف. كمان نرد واحد علشان نكمل اللفة كاملة. تمام، هاي لفة كاملة، كاتب وفي النصف الثاني استعمل رمية واحدة، بس ما بقى عندي غير نرد واحد. خلي نرمي النردين، حلو، يعني ثلاث صناديق حلو. ما بعرف، يعني مثل ما لاحظت يا اخي، هي اللعبة تعتمد على الحظ وتعتمد على الشحن. لو انت تشحن، لو اني شحن راح يعطوني هاي اللي حكيت لي عنها،
هاي اللي القطعه اللي نبدلها بال شكل القاعده اللي اسمها شعار تحولون. لو اني شاحن يعني يعطوني اياه، بس لاني ما شحنت ما راح يعطوني اياه. فاخي اللعبه تعتمد على الحظ وعلى الشحن. وهذا الحدث خلص، شو بدي اخذ انا؟ ما عندي غير 20 من هذا شعار المتحولون، يعني تعب على الفاضي. يعني نفذت مهمات وجمعت النردات وصرفت 22 نرد بالفيديو السابق، يعني تعذبت كثير فيهم، ومثل ما تلاحظ يعني ما طلع لي شيء. اعطينا هاي الشرطية الذهبية ب 15، وكمان اعطينا هذا صندوق الذهب. هاي هي مثل ما تلاحظ، هي تعتمد على الحظ وتعتمد على الشحن. تمام اخواني، بما انه الحدث خلص استغلوا الفرصة وروحوا على هذا واشتروا هذا تمثال الشارك تيكون. اشتروه، انا ما اقول لك روح اشتري غير شيء، اشتري تمثال الشارك تيكون راح يفيدك. واذا في عندك كمان طاقة روح جمع كمان من هاي اسنان الشارك تيكون علشان تشتري كمان تمثال علشان تدمجه لحتى تجيك 3% زيادة هجوم. او هي 3% كم؟ نرجع، خلينا نرجع نشوف. 1% طبعا للليفل 1، اذا جمعت 3 راح يعطيك 2%. فاذا تحب، اذا تحب كمان يعني تجمع من اسنان شركة كيون جمع، بما انه باقي يومين و17 ساعة. طبعا يومين و17 ساعة علشان تشتري هاي الاشياء اللي بالمتجر الغنائم. روح كمان على ديسك السايبرترون، انا ما طلع عندي، ما عندي 198 من هاي ديسكات السايبرترون. روح نشوف الحقيبة شو عندنا بالحقيبة. هاي تعطيني، معقولة تعطيني ديسكات السايبرترون؟ ما عطتني شي. كذلك ديسكات السايبرترون اصرفوها، لانه الحدث رح ينتهي قريبا، رح ينتهي بعد يوم و17 ساعة من الوقت اللي انا عم سجل فيه. وين صار صندوق السايبرترون؟ نجي نصرف تأكيد. في هون مبادلة كمان، شو مبادلة ايش؟ تمام، طلعنا ستار سكراين. حلو، طلع عندي هذا ميجاترون، تمثال ميجاترون اول مرة يطلع عندي. ما بقى عندنا مثل ما تلاحظوا. فهاي ديسكات السايبرترون وهاي قطع شكل القاعدة راح تختفي، وكمان أسنان الشارك تيكيون راح تختفي. يظل عندك فقط الطاقة السائلة. الطاقة السائلة تبعت الحدث السابق من حدث الترانسفورمرز ظلت، وهذيك الأشياء اختفت. فلا تقول إنه أجمع هاي الأشياء علشان أنتظر الحدث الترانسفورمرز الجاي لحتى أحصل على شكل القاعدة أو أي شيء ثاني. هن يعني مو أغبياء لهاي الدرجة تخلوا لك هاي الأشياء علشان الحدث الجاي. مثل ما تلاحظوا هاي الطاقة السائلة تبعت، هي اسمها الطاقة المذهلة اللي اجت بالحدث السابق. تمام اخواني، لهون يكون خلص الفيديو. واصرفوا كل شيء عندكم، اصرفوا كل شيء بهذا الحدث، يعني لا تخلوه ولا تنتظروا للحدث الجاي لانه راح تختفي كل هاي الاشياء. تمام اخواني، لهون يكون خلص الفيديو. اذا عندكم اي سؤال اكتبوا لي بالتعليقات، وبتمنى يا رب يكون الفيديو نال اعجابكم. واذا انك جديد على القناة تفوت شوف المحتوى، اذا عجبك المحتوى اشترك، ولا تنسونا باللايك. ها، لا تنسونا باللايك. والى اللقاء بحلقات قادمة.